لو الحكاية فيها إن فيجو الحمد لله زي ما انتم شايفين يعني الإقبال شديد جدا من السادة المواطنين، حتى ضيوفنا اللي هم من خارج الوادي الجديد، اللي هم أصبح الوادي الجديد أرضهم وبلدهم اللي بيعيشوا فيهم أصبحوا أخواتنا، وأنا برحب بيهم طبعا هنا في الوادي الجديد وفي هذه اللجنة اللي دي لجنة المغتربين. الإقبال على كل اللجان إقبال عالي جدا جدا. التأمين اللي بيشارك فيه رجال عظماء من القوات المسلحة المصرية العظيمة ورجال وزارة الداخلية العظماء، بالإضافة إن أنا قلت إن التأمين بيشارك فيه أيضا جميع السادة مواطنين الوادي الجديد، هم يشتركوا بكل مجهود في إجراءات التأمين، ليس للتصويت فقط، ولكن أهل الوادي الجديد هم قائمين بعملية التأمين مع رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية. طبعا احنا مجهزين أماكن للجلوس جميع السادة المواطنين عشان يقعدوا ويستريحوا، في بوفيهات موجودة لو حد عايز أي يشرب مشروب أو مية أو أي حاجة، في دورات مية لو أي حاجة موجودة. يعني احنا تأكدنا إن اللجان مجهزة بنسبة 2% بحيث يبقى فيه راحة للسادة المواطنين والسادة أعضاء اللجان. طبعا القضاء حضروا في توقيتهم تماما، اللجان فتحت في توقيتها تماما، والأمور منتظمة، وبإذن الله هي وده أملي وده اللي كنت أنا منتظره فعلا من السادة مواطنين الوادي الجديد. طيب يا فندم، حضرتك شايفين حضرتك أدلت بصوتك؟ نعم. بنعم. نعم. أنا كمواطن بقول نعم. لو ليا صوت أكتر من صوت كنت أقول نعم كل الأصوات بتاعتي. هل وردت يا فندم أي بلاغات شكاوى لغرفة العمليات الخاصة بالمواطن؟ إذ محمد الحقيقة لم تظهر أي، وأنا على ثقة بنسبة 100% إن شاء الله من السادة مواطنين الوادي الجديد، لأن أنا بقول في هذا الوادي الجميل الوادي الجديد به قيم وتقاليد عريقة جدا جدا، أهلها بيشاركوا بوعي بثقافة بعاداتهم وتقاليدهم، بيحافظوا على بعضهم مع الأجهزة الأمنية القائمة بالتأمين، فبالتالي أنا واثق أن لن تحدث أي ما يعكر صفو هذا العرس الديمقراطي، وأعتقد ده هو أملي، وأملي بيتحقق وأنا موجود في وسط الناس دلوقتي في وسطهم بدون أي مشاكل خالص. ماشي يا فندم، شكرا شكرا.